بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله. عندنا هذه سيارة 205 صارت له مشكلة كونها البومبوت كسرت له نخة الماء، عامل الصوت من مدة هو ما ردش باله عليها. سمعوا فيها ولت تتك على جنب، تتكت على جنب ولت كلت السبتة كلت الشان كلت الشان ولت هذه السبتة. شوفوا كيش ولت قديش كبرها. طبعا هو مفاق لما خرجت منه السبتة هذه من مكانها، وشوفوا البومبو يعني تدخل له هي وريشاتها كلها، ما فماش ريشاتها كلها تكسر، هنا فيها 6 ريشات نوريكم في جديدة، وتعمل له في صوت وكل هو مفاقش. هي توش تعمل هي علاش تاكل تحك هنا في كيلاس، تحك هنا في وش السلندر على خاطر تتكى، وقت تتكى طبعا تولي تمشي حولها، تولي تمشي على جنب، كي تمشي على جنب تولي تاكل السبتة، تاكل الشان هذه، تاكل الكروال الشان هذه، تولي تاكلها. فهمت؟ هذه العمية هذه تو كيف تقطع الشان تتسبب في عدة مشاكل، تقطع هذه السبتة تتسبب في عدة مشاكل، تنجم تعوج الفلافل، تعوج السبابات، تنجم تكسر ساعات بينيون. تو هو حظه، هو زهرة، تو هو حظ المشكلة نتاعها يعني باش نجيبوا الشان الجديدة اللي هي كروال شان جديدة، سبتة جديدة، وباش نجيبوا نضخة ماء جديدة ونركبوا ونجربوا إن شاء الله يعني تمنع له العملية وما تكونش فيها إشكالية. توا جبنا البومبو وجبنا الشان ديسكريبسيون باش نركبوه ونشوف. Thank you.
خد هكا ركبنا الشين وعملنا الميزبون مريقل خدمنا الكرهبة ان شاء الله ذاك احد البيس طيب مش تسبوا له الماء رجالة أكيد كسر الاحجار يعني عنده حظ يعني بقدر يعني لبس الموتور لبس يعني الحمد لله يعني يمكن خدم عليه عمليه نجحت الحمد لله ربي يسلمها من سبابات وغيره.